بن سعود البلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان التلة وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة ياس الفضائية وقناة دبي ريسنج، ومن فعالياتي ومهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. شاهدنا شوط الكاس المفتوح مع الهبيبة، أو مثل ما قال الشاعر: هب لي نس ناس يا بريحة ناس يا بريحة الهبيبة. اليوم مع الكاس كعوايدها دائما دائما مع الكاس ومع الرموز. سلام لسعادة حميد بن سعيد النيادي على أداء الهبيبة من يوم هي عرفناها من سن اللقاية حتى وصلت سن الإذاعة تنتزع الكاسات وتنتزع الذهب. وهنا أيضا رمز أيضا للإذاعة الجعادين، الجهادين لأبناء القبائل، جائزة هذا الشوط بندقية بالإضافة إلى البندقية 1,000,000 درهم، بالإضافة إلى تسعيرة هجن الرياسة متواجدة في كل مكان وفي كل زمان. وتسعيرة هجن الرياسة يوم تحضر تلطم الأشواط كلها، ومن الشوط 10 و12 مو بغريب على هجن الرياسة وعلى أبناء زايد. رحمك الله يا زايد وطيب الله وذرا. نتواصل وياك مع الشوط، نشوف مشاغب على المركز الأول للسيد حمد بن هيان العامري، وفي المركز الثاني ناخذ اللي في المركز الثاني العزوز، يا عزوز عزوز المحفوظ بن خميس اللي نبي ابو ناصر مع عزوز، والله يعز عزوز ويعز الجميع يا ابو ناصر. ننتقل الى المركز الثالث، وفي المركز الثالث ذمين السعيد بن منانة بن غدير الاجتبي. المركز الرابع حفلان شعار الهبيبة متواجد على ظهر حفلان، واعتقد ان سلالته سلالة حفلان ولد حفلة بعير الرياسة متواجد على المركز الرابع لسعادة حميد بن سعيد النيادي. بو احمد غادم مع المايدي محمد بن سهيل بن عويضان العامري. بو احمد غادم بقوة، والمايدي عينه على البندقية. ابو حمد له قصة مع سن الذكور مع سن الجعادين من يوم ظهر هذا الشعار، وظهر شاهين صاحب الانجازات، صاحب المبلغ الكبير، صاحب ايضا السلالات الطيبة والشهرة لشاهين بن عويضان. ابو احمد خالنا مع شاهين مع المايدي على مقدمة هذا الشوط. محمد بن سهيل بن عويضان العامري على مقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر الداهية عبد الله بن حمد بن هيان العامري، مضمر شواهين متواجد مع المايدي. ننتقل إلى حفلان على المركز الثاني لسعادة حميد بن سعيد النيادي، وفي المركز الثالث أرى شعار بن منانة ذمين لسعيد بن منانة الاجتبي على المركز الثالث. المركز الرابع هنا مشاغب حمد بن هيان بن سالم العامري. عطوني المركز الخامس عزوز ناصر بن محفوظ الينيبي، وعذاب القلب من شيء نشوفه يا ابو ناصر الزعيم العيناوي والشعار العيناوي متقدم في مهرجان بو خالد. بو ناصر متواجد ودافع بعزوز، عزوز إبا العزة إبا الناموس إبا البندقية المحفوظ بن خميس اللي نبي. شوف يا ابو ناصر شوف، نرجع الى المقدمة لكن الصداوي وصل. اسمع صدى صوتك مع ضجة الجعدان على ارضية ميدان التلة. غادم بقوة، يا السلام الصداوي غادم بقوة في هذه اللحظات لسعيد بن محمد بن مبارك المهيري، غادم من مدينة سويحان، مدينة الأصالة، مدينة التراث، لميدان التلة في مهرجان بو خالد، باحث عن البندقية. دير بالك يا سعيد يا بن محمد يا المهيري، هالي سويحان يتابعون أدى الصداوي. ركز يا ابو راشد. نرجع الى ثمين بشعار سعيد بن منانة الاجتبي على المركز الأول
الأول، المركز الثاني المايدي محمد بسهيل بن عويضان العامري، وفي المركز وين المركز الثالث الصداوي على المركز الثالث سعيد بن محمد بن مبارك المهيري، وفي المركز الرابع نشوف الدخول جديد الطليلي الطليلي سعيد بن هلال بن طراف المنصوري، وصل وغير وانتقل من مركز إلى مركز إلى المركز الرابع، حفلان على المركز الخامس لسعادة حميد بن سعيد النيادي النيادي مروح قادم حمد بن سالم بن نصرة العامري رجل المفاجآت قادم مع مروح، لكن الصداوي الصداوي بدأ يغادر بدأ يباعد، الصداوي عينه على البندقية عينه على البندقية، الصداوي سعيد بن محمد بن مبارك المهيري مروح على المركز الثاني للسيد حمد بن سالم بن نصرة العامري، وفي المركز الثالث أشقر المانع بن علي بن حماد الشامسي والجاهلي غادم من الجانب الثاني، الجاهلي يتسلل يغير ينتقل إلى المركز الأول، الجاهلي الجاهلي يا سلام على الجاهلي وعلى الأداء المتميز، الجاهلي في مدينة العين متواجد، الجاهلي منطقة حلوة منطقة جميلة منطقة الجاهلي، ها هو الجاهلي المانع بن علي بن حماد الشامسي إلى البندقية، الرمز الرابع في هذا المهرجان الرمز الرابع البندقية البندقية بيد مانع بن علي بن حماد الشامسي، روح يا علي يا بن سعيد يا الزرعي، المهيري قادم المهيري قادم مع الصداوي مع الصداوي لاسك لكن الياهلي، سلام يا بن حماد سلام يا بن حماد، تهانينا لمعالي علي بن حماد الشامسي على فوز الجاهلي بالمركز الأول، وإلى مانع بن علي بن حماد الشامسي وإلى علي بن سعيد الزرعي المركز الثاني الصداوي أيضا ما قصر حصل على المركز الثاني، تهانينا للسيد سعيد بن محمد المهيري والذي وصل بالمركز الثالث، أشقر على المركز الثالث للسيد مانع بن علي بن محمد الشامسي، وفي المركز الرابع مروح للسيد حمد بن سالم بن نصر العامري، المركز الخامس ثمين للسيد سعيد بن منانة بن غدير الاجتبي، يا هشوط يا سلام، كاس الغابضة وبندقية السلع وبندقية الياهلي، والتوقيت الأفضل في هذا المساء تحت أقدام الجاهلي، قطع 9 دقائق 5 ثواني جزئين من الثانية، تهانينا لمانع بن علي بن حماد الشامسي، سلام يا هلي العاصمة أبو ظبي، واسعد الله مساكم بكل خير وبكل محبة، والذي وصل في المركز الثاني الصداوي 9 دقائق 5 ثواني 4 أجزاء من الثانية، تهانينا للسيد سعيد بن محمد بن مبارك المهيري، واسعد الله مساءكم يا هالي مدينة سويحان، والذي وصل بالمركز الثالث أشقر قاطع مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدرة 9 دقائق 5 ثواني 5 أجزاء من الثانية، تهانينا المانع بن علي بن حماد الشامسي، تهانينا مصحوبة أيضا للمضمر علي بن سعيد الزرعي، وتحياتي وتهانينا والناموس.